الفيو كنترول بار هو عبارة عن شريط أدوات موجود أسفل الدروينج إيريا على الشمال، بيحتوي على مجموعة من الأدوات. كل أداة من دول جواها سيتنج خاصة بالفيو اللي احنا شغالين عليها، بس كل فيو ليها شريط خاص بيها. أي تغيير في الفيو كنترول الخاص بالفيو ما بيأثرش على أي فيو تانية، بيأثر على الفيو الخاصة بيه بس. طبعا الأدوات دي من الشمال لليمين، أول حاجة السكيل، بعد كده الديتيل ليفل مستوى تفصيل العناصر، والفيجوال ستايل، بعد كده السن باث، شادوز، كروب فيو، شو كروب ريجنز، تمبوراري هايد ايزوليت، ريفيل هيدن اليمنتس، وتمبوراري فيو بروبرتيز، والشو اناليتيكال موديل. طيب كل مجموعه من الادوات دي بتتغير حسب الفيو اللي انا شغال عليها. يعني لو فتحت مثلا ال 3 دي موديل هتلاحظ ان في مجموعه من الادوات بقت شيدد او غير قابله للاستخدام، لانها ما تنفعش في الرؤيه ثلاثيه الابعاد او ال 3 دي موديل. في نفس الوقت بينطبق حاجه زي كده على الاناليتيكال موديل. لما افتح موديل تحليلي بتلاحظ ان في مجموعه من الادوات برضو بتظهر او بتختفي حسب امكانيه استخدامها في الفيو اللي انا شغال عليها دلوقتي. الحاجه التانية، لو انا في وضع الورك شيرنج او ان انا شغال على ملف اوريدي شغال عليه مع مجموعه من زمايلي مثلا في الشغل، بتلاحظ ان في مجموعه من الاوبشنز بتظهر تاني. حاجه تانية واهم ممكن نتكلم فيها، اللي هي لما يبقى عندي اكتر من فيو مفتوحه في نفس الوقت، وليكن الليفل واحد وهنفتح ليفل اتنين كمان، هعمل تايل للويندو زي ما قلنا من خلال تاب فيو، ونروح على تايل ويندوز هيفتح لنا النوافذ اللي احنا شغالين عليها. هنقفل دي ونشغل الاتنين دول بس، ونعمل تايل ويندوز. بعد كده هنعمل الفيت زوم اول تو فيت، بحيث ان انا يبقى عندي كلهم ظاهرين. طيب لو انا غيرت مثلا سكيل هنا هخليه 1 لـ1000، لاحظ ان هنا اتغير ولكن ما اتغيرش في التاب دي. اي تغيير بيحصل في الفيو كنترول الخاص بفيو معينه ما بيأثرش غير عليها هي بس، ما بيأثرش على اي فيو تانيه. الحاجة التانية ان احنا عندنا في البروبرتيز باليت بتلاقي ان في مجموعة من الخصائص في البانل اللي هي اسمها الجرافيكس، هي نفس الخصائص او الاوبشنز اللي موجودة في الفيو كنترول بار. بمعنى ان انا لو غيرت مثلا السكيل ليفل من البانل اللي هي خاصة بالخصائص وخليه مثلا لـ1 لـ1000، هتلاحظ انه اتغير في الفيو كنترول بار. في نفس الوقت لو غيرناه من هنا نرجعه تاني 1 لـ100، هتلاحظ انه رجع برضو تاني في البروبرتيز باليت. نراجع تاني ونأكد على ان كل فيو كنترول خاصة بفيو معينة ما بتتأثرش على اي فيو تانية غير الفيو الخاصة بيها فقط. ودي خاصية كويسة جدا في الريفت، بحيث ان انا يبقى عندي مثلا اكتر من فيو كل فيو ليها الخصائص المميزة ليها. مثلا عندي فيو عايز اظهر فيها مجموعة من العناصر بمستوى تفصيلي معين، او ان انا ابين كل تفاصيلها من حيث الابعاد والاناليتيكال موديل الخاص بيها، وفي نفس الوقت في فيو تانية انا مش عايز ابين التفاصيل دي كلها، عايز انها تظهر بمواصفات معينة او بخصائص معينة. وبالتالي باستخدام الفيو كنترول بار اقدر ان انا اتحكم في مستوى التفصيل للعناصر مثلا، او في اي خصائص من الخصائص اللي ممكن تميز الفيو دي عن غيرها حسب المشروع اللي انا بشتغل عليه.